ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل بقى فقرتنا، فقرة الأخبار اللي عن النادي الأهلي والأخبار العربية والعالمية، ونروح للنادي الأهلي والمرة دي الخبر عن نجم تنس الطاولة الكابتن عمر عصر. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن التجديد والتعاقد مع اللاعب عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن عمر عصر وقع على عقود الانضمام إلى النادي لمدة موسمين لتمثيل رجال التنس الطاولة في مختلف المحافل المحلية والقارية اللي هيشارك بها الفريق. وأشار العوضي إلى أن المفاوضات مع عصر لم تستغرق وقتا، وأن اللاعب الكبير وقع على العقود إلى النادي الأهلي دون أن يكون لي أي شروط سواء مادية أو أي شروط تانية، وأبدى رغبته الأكيدة في التواجد داخل النادي الأهلي والمساهمة في تحقيق الكثير من الألقاب خلال الفترة المقبلة. وأكد مدير النشاط الرياضي أن التعاقد مع عمر عصر يمثل إضافة كبيرة جدا بما يملكه من خبرات واسعة ومسيرة مميزة، خاصة بعد ما قدمه من إنجاز كبير في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو والتي حصل خلالها إلى المركز الخامس. طبعا زي ما احنا عارفين لعب الدور ربع النهائي وحصل على المركز الخامس، فضلا عن تواجده المستمر في مرتبة متقدمة جدا بالتصنيف الدولي للاعب التنس الطاولة. حضراتكم عارفين أن لاعب بقيمة عمر عصر، يعني أنا أعلم جيدا هذا اللاعب، ويعني أتشرف بأنه هو أحد أصدقائي المقربين. طبعا يعني عمر على المستوى الشخصي بيعمل كل حاجة في حياته عشان تنس الطاولة، سواء نوم أو أكل وشرب أو تدريب أو أي حاجة، هو محترف للغاية. المسيرة الاحترافية بتاعت عمر عصر سواء كلاعب خارج مصر في الأماكن اللي احترف فيها أو حتى الحتة اللي عرضت عليه، عمر عصر كان من المرشحين أنه يلعب في برشلونة الأسباني. عمر عصر بالمناسبة لعب في أكبر أندية تنس الطاولة في العالم، بيشارك بشكل مستمر في التشامبيونز ليج ويوصل للأدوار النهائية. التصنيف العالمي بتاعه دائما ما يكون قريب من العشر الأوائل. عمر عصر بالمناسبة إن هو يبقى في الأولمبيات خامس عالم في لعبة تنس الطاولة اللي الصين ما بتسيبهاش والأسيويين ما بيسيبوهاش، ده مش إنجاز عادي. ده مش إنجاز عادي إن لاعب مصري ابن للنادي الأهلي ونتشرف بذلك يبقى قيمته في تنس الطاولة إنه غالبا أغلب الوقت محترف في أحسن الدول اللي فيها تنس طاولة في أوروبا، ده مش عادي. ففعلا اختيار إن عمر عصر يرجع في التوقيت ده يمثل النادي الأهلي في البطولات القارية والمحلية اختيار رائع. عمر عصر من أعظم لاعبي تنس الطاولة في تاريخ اللعبة.